علق اقول ايه؟ ده بيحصل في بلدي مصر، ده موجود في شوارع مصر. احنا في حته وقطاع من الشعب في حته تاني. دول اطفال، في ناس بتموت في المواقف دي. علينا نسال انفسنا سؤال، ايه اللي بيحصل في المجتمع اللي مخلي طفله في الشارع، في الشارع محدش قال لها ايه اللي بتعمليه ده يا بنت؟ ماسكه سنجه مش مطوه، وكأن اللي ماسك مطوه ده حاجه عاديه، ماسكه سنجه كبيره وعماله تتراقص بيها. انت منتظر من دي ايه؟ منتظر من البنت الطفله دي لما تكبر وتبقى ام تبقى ايه؟ ايه شكل الاسره اللي هي هتكونها؟ ايه شكل الاطفال وتربيتهم اللي هي هتطلعهم للمجتمع المصري ده اللي احنا رايحين مفروض بنبنيه بالعلم، بنبنيه بالاخلاق. ده نموذج حاصل في بلد ده. هل ده سببه الإعلام؟ هل سببه الأفلام؟ هل سببه المسلسلات اللي غزت قضايا البلطجة والإجرام في المجتمع؟ هل ده النتيجة؟ هل نحن نحصد نتيجة ما يتم تقديمه في برامجنا وأفلامنا ومسلسلاتنا؟ في أحد الفنانين الشبان دلوقتي اللي بيتلاف عليه المخرجين طالع بأسد، أسد ونمر في قلب الفيديو بتاعه، وبيتمنظر بيه زي ما دي بتتمنظر بالسنجة، هو بيتمنظر بالأسد والنمر. يعني هل ده مفيش مركز شباب في المنطقة ياخد البنت دي يلمها يلعبها رياضة، يعلمها سباحة، يعلمها أي لعبة؟ ده جزء موجود في المجتمع ما تقدرش تتجاهله. أنت بتتكلم على ملايين بالمناسبة. لو كان حالة فردية كنت هتجاهلها. أنا النهاردة أنا وفريق الإعداد واقفين بنقول نعرض الفيديو ولا ما نعرضوش؟ لو بتعرضه يبقى أنت يقول لك بتروج ليه؟ لو ما عرضتوش يبقى أنا بخفي حاجة موجودة في المجتمع. طب أمال بقى لما أعرض لك اللي بيحصل في الأفراح، الضرب بالآلي والضرب بالخرطوش. هنا في وقفة، ما الدولة المصرية عليها تبحث ده، عليها تقول إيه اللي بيحصل اجتماعيا وسلوكيا في الشارع المصري. ازاي أأمن على نفسي وانا بمشي في شارع في النوعية دي والنماذج دي؟ والأطفال اللي واقفة تتفرج أكيد بيشجعوها وأكيد شايفينها مثال ليهم، صح ولا لا؟ كل طفل هيروح بيته هيدور على سكينة ولا مطوة ولا سنجة عشان يرقص بيها. يا اخوانا ده حاصل في البلد. فين أجهزة الدولة في المجتمع المصري؟ أجهزة بتشوف اجتماعات منمقة وصور ملونة وورد وحاجة ساعة، لكن محدش بينزل للنوعية دي من الأطفال. هل دي طفلة في مدرسة؟ هل تلميذة؟ طب إيه القيم اللي تربتها في اللي تربت عليها في المدرسة؟ طب المدرسين قالوا لها إيه؟ هل في مدرس عابر كده شافها في الشارع فراح قال لها أنت بتعملي إيه مثلا؟ ده في ستات كبيرة واقفة وبتسقف. يعني ده سلوك محل ترحاب من المجتمع، محل ترحاب من الدايرة اللي هي قاعدة فيها، من الشارع والحي اللي قاعد فيها، وبترقص رقص محترفين. ده معناه ان هي منذ نعومة اظافرها وهي بتمارس هذا السلوك. ده ايه الحوار اللي انت هتديره مع طفلة بهذا الشكل؟ ايه المستوى الاخلاقي المتردي اللي وصلنا ليه؟ ده بيحصل في بلدي مصر، وعلى عينك يا تاجر.
ده فيديو متداول على الفيسبوك، اتمنى ان هو يكون رساله، رساله بس ابعتها لمين؟ هبعتها للحكومه، لوزاره التضامن الاجتماعي، ولا وزاره الثقافه، ولا وزاره الشباب والرياضه، ولا وزاره التربيه والتعليم؟ هؤلاء عينه من اطفالنا في مصر يمرحون بالسيوف والسنك والمطاوي في شوارع المحروسه. الفيديو متصور بالنهار، متصور بأريحية جديدة جدا، مفيش أي مشكلة، مفيش بوكس بيلم، مفيش أي تربية، مفيش حتى استهجان من الأهالي والأسر. هقول إيه لك الله يا مصر المرة التانية اللي بقولها النهاردة في المصر أفندي. فيديو مؤسف بصراحة، ويثير الفزع والقلق في نفسي على القادم لمصر بصراحة. إذا لم ننتبه فعلا الخطر قادم.